السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. يا ربي غنشارك معكم واحد الطورطة كتجي غزالة بالبطاطا المسلوقة، كتجي غزالة وسهلة. يعني كما كتشوفوا راني في الطوموبيل غنمشي ان شاء الله نجيب ولادي مشاو لابيسين، وفكرت قلت غنرجع نجيبهم ان شاء الله وغنديرهم واحد الطورطة، حيت تعرفوا الدراري ملي كيجيو من لابيسين كيجيو فيهم الجوع. يعني واخا هما تغداو عاد مشاو، ولكن غيكون فيهم الجوع. وفكرت غندير ان شاء الله واحد الطورطه اللي صراحه شحال هذه ما درتهاش، واخا راها سهله ولكن مش هذه ما درتها، قلت غنديرها اليوم وما كيحماقوا عليها، وغان ان شاء الله يا ربي غنشاركها معكم. هي الطورطه اللي سهله وما كتاخذش بزاف الوقت، هادشي اللي كاين. ودابا كنقول لكم نتمنى الا عجبكم الفيديو ما تنساوليش ملي لايك ديالكم والبارطاج، ويلا هو معايا. ودابا غنبداو ان شاء الله في الطورطيه ديالنا اللي سهله بالبطاطا المسلوقه. يعني سهله يقدر اي واحد يديرها، حتى البنيتات اللي عاد باديين كيتعلموا في الكوزينه وباغيين يطيبوا شي شيء ولا شي حاجه، يعني يقدر يطيبوها هكا. صراحه سهله وما كتاخذش بزاف الوقت، اكثر ملي كيجيك الجوع على غفله وكتقول شنو غنطيب. يعني احسن ماكله ديرها دغيا وفي نفس الوقت زويونه. المهم كما كتشوفوا معايا، عندي البطاطا، عندي البصله، عندي المعدنوس، وهنا عندي الكمون. البطاطا ضروري خصها الكمون، عندي الكمون، عندي البزار. هذا اللي كيبغي شي النسمه تكون شويه حاره يقدر يدير البزار ولا يدير الحار، يعني ليه الاختيار. وهذه التحميره، وزيت البلديه، والمليحه ضروريه، والبيض على حسب البطاطا والبصله، يعني كتبقى لكم نتوما الاختيار. نتوما شحال غديروا ديال الطورطه، يعني غديروا وحده كبيره، غديروا وحده صغيره، غديروا نتوما اللي غتشوفوا القياس ديالكم. وانا دايره هنا خمسه صغيورين، وانا يكون عندي محزه البصله هذه كتكون شويه، يعني شي مره كنطيحوا فيها شويه خاويه من الداخل، يعني تقريبا هنا جوج بصلات هكا متوسطين. المهم هادشي اللي كاين. ودابا غنبداو ان شاء الله. دابا درت الماء كيسخن باش ندير نسلق البطاطا، ندير هكا باش تبان ليكم مزيان. هلا يعني البطاطا ضروري كنقطعوها، تشوفوا معايا. هذه كنقطعها بحال هكا طريفات، يعني كتجي بحال هاد الشكل. يعني غنكمل البطاطا ديالي كامله ونرجع معاكم. ودابا كملت البطاطا ديالي قطعتها كطريفات هكا بحال هكا، قطعتها كامله. وهنا عندي الماء سخون، غتشوفوا معايا درت الماء سخنتو على ما قطعت البطاطا باش دغيا نربح الوقت. البطاطا ديالنا كندير ليها شي الملحه ضروريه، ضروري ملي كتلقاو شي خضره ولا شي حاجه ضروري كديروا ليها شي هاد الملحه باش كطيب بديده. ودابا غندوزو البصله، دابا قطعت على البطاطا كطيب، دابا غندوزو البصيله حتى هي غنقطعوها. البصيله ديالي كنقطعها طرفات رقاب، البصله ديالي كنقطعها بحال هكا، يعني كتكون غير ورقيقه مزيان. ودابا غنكمل تقطع البصله كامله ونرجع معاك.
بقطعة البصله ديالي كامله، غنديرها كفشي مقله تكون سخونه، ندير لها شويه الزيت البلديه باش غنشحرها، ضروري شاد الملحه حتى هي. ودابا غنشحر البصيله ديالي، غنوريكم البصله كي دايره دابا راه بحال هكا نتا نشحرها مزيان ونرجع معكم. هنا كملت التشحير ديال البصله ديالي كما شفتوا، كتجي بحال هكا ملي كتشحر غير كتولي اللون ديالها كد يعني باينه طايبه البصله كما كتشوفوا. ودابا كنطفي عليها. هنا عندي البطاطا اللي طابت وصفيتها من الماء، وهنا عندي المعدنوس مقطع طريفه كرقاق. دابا اول حاجه غنبدا هو البيض، كنظن انا غندير غير 4 هكا ديال البيضات. البيضات غندير لهم شويه ديال الملحه وغنخلطهم مزيان. دابا خلطت مزيان البيض ديالي كيكبر بحال هكا. دابا غندير بصله، غندير البطاطا، نزيد نخلط. ملي كتكونوا كتخلطوا دابا يعني واخا تبركوا هكا على البطاطا، حاولوا تبركوا عليها باش ما تبقاش بزاف يعني واقفه. ما نبقى نبرك عليها هكا ونخلط. ودابا غنزيد عليها المعدنوس اللي مقطع طريفات صفر، غندير لها التحميره تقريبا معلقه صغيره ديال التحميره، البزار لكم البزار بحال دابا غير اللي كيعجبها الحار، الكمون معلقه صغيره ديال الكمون، ونخلط. الخلاط ديالنا كيجي بحال هكا. دابا تكون عندنا شي مقله اللي ضروري المقله تكون ما كتلصقش، يعني استعمل انا هذه اللي طيبت فيها البصله عندي ما كتلصقش كما تشوفوا. غنديرها تسخن، دابا معنا سخنت ليا المقله كنخليوها تسخن لينا مزيان، كنديروا شويه زيت من التحت ضروري المقله ما كتلصقش. ودابا غندير الخليط ديالي، الخليط ديالي كيجي بحال هاد الشكل بحال هكا. ودابا كندير الخليط ديالي كامل، وكنبقى نسرحها مزيان. غنقرب شي باش يبان ليكم مزيان بحال هكا، ملي غنسرحها كاملة بحال هكا. ودابا نخليها طيب وما نتوما غتشوفوا معايا. ودابا الطورطة ديالي يعني باينة يعني غتكون طابت من التحت، كتشوفوا حتى الجناب ديالها راه بداو كيطيبو. ودابا غنحاول نقلبها، انا عندي الخشيبة هذه بها باش كنقلب يعني الحرشة وكلشي كتجيني سهلة.
هذا شتو طايبه. دابا غنديروا شويه ديال الزيت من التحت دابا من بعد ما قلبتها يعني شفتوا معايا من بعد ما قلبتها ودابا غنخليها هكا كطيب. يعني انا كطيب غير في الاول يعني كطيب وكندورها هكا شويه بيدي يعني ونحاول نبركها هكا شويه على الجناب كتشوفوا وكندور والبوطه ما تكونش مجهده بزاف يعني تكون غير شويه باش طيب على خاطرها وطيبنا من الداخل. ودابا غنخليها طيب غير طيب ان شاء الله ونتلاقاو. ودابا شفت التورتيه ديالي واش طابت من التحت فوالا لي طابت كما كتشوفوا صحه كتجي طايبه حتى من الجناب صحه كتجي زوينه. ودابا التورتيه ديالي وجدات كما كتشوفوا صحه كتجي غزاله حتى في المذاق اسهل ما يكون كما كتشوفوا. ودابا نقطعها لكم من الداخل تشوفوا كي دايره يعني واش طايبه من الداخل ولا لا. بسم الله فوالا كيف كتجي من الداخل كتجي غزاله. وبحال هكا فكره بحال دابا الدراري اللي كيبغيو الطون ولا المهم الناس اللي عزيزين عليهم الطون تقدروا تديروا معها حتى الطون معاها انت الطون كتعطيها مذاق زويون كتشوفوا. نتمنى هاد التورته هادي تعجبكم الصراحه نتمنى تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم الصراحه المذاق ديالها كيف رائع وانا كنحماق عليها حتى الدراري كتعجبهم ونتمنى تجربوها وكنقول لكم استمع حتى فيديو جاي ان شاء الله.